اللي مثله لازم يتعاقبوا ويكونوا عبرة لكل حدا بيعمل هيك. وصدقوني الشر مهما علي وكبرت شوكته رح يجي يوم وتنقرف هاي الشوكة. وهلأ الكل يقول ورانا فلتحيا المرأة الهندية، فلتحيا وليسقط الشر والأشرار. تحيا المرأة الهندية، يسقط الشر والأشرار. لوين رايح أستاذ؟ القصة لسه ما خلصت، خليك معنا، يلا رجع عود شوي منشان تقدر تشوف الفيلم بوضوح. يلا جيبوا الشاشة عود اتفرج. شوفي شو ما بدك رح ساوي، بس بالمقابل بدي آخذ شي منك. ما في داعي لحد خجلي مني. وكل العالم تعرف قبل ما تعطي لازم الواحد ياخذ. ها وما رح تتغير لحتى تتغير. كرمال الله يا أستاذ لا تعمل فيني هيك. هات كلياته تطبيق، وهي أكيد مؤامرة ضدي مشان أترك هاي الجامعة. لك لو عندك احترام ما عملتي هيك. عن جد؟ ليش انت بتعرف شو يعني الاحترام؟ لك انت اصلاً ما بيحق لك تحكي عنه. وين كنت مخبي احترامك هاد لما كنت عم تطلب مني هالشي؟ اذا هيك بنظرك الاحترام ففيك تروح تقدمه لمرتك ولبناتك بالبيت. بس انا رح فرجيك، رح روح هلأ وقدم فيك بلاغ للشرطة. ما في داعي للشرطة يا شايا. في هاد لا عم قلك لا تعملي أحسن لك. لا لا تفضل يا استاذ، بعد هيك هذا احترامك اللي بدك اياه. بعد هيك هي هي قيمتك الحقيقيه. وقفوا خلص، انا عم قلكم وقفوا.